الا كنتي كتشري من علي اكسبريس وطحتي على هذا الفيديو فراك محظوظ بزاف خويا. اليوم ان شاء الله غنوريكم جميع انواع الكوبونات اللي كيقدمهم لنا موقع علي اكسبريس، وماشي هذا هو المهم، المهم هو اني غنوريكم كذلك منين تجيبوهم وكيفاش تستخدموهم في العروض ديالكم. يلا تبعوا معايا الفيديو حتى الاخير، وما تنساوش تبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء المهتمين بنفس المجال. على بركه الله، تعريف بسيط على موقع علي اكسبريس باش نفهموا كيفاش كيخدموا هاد الكوبونات وكيفاش نقدروا نستافدوا منهم. فكيف كتعرفوا، هذا الموقع هو موقع خاص بالتجار، كل واحد كيعرض السلع ديالو للبيع، وهنا الموقع كيلعب دور وسيط بين البائع والمشتري باش حق كل واحد يكون مضمون. مزيان، دابا غنوريكم انواع الكوبونات وغنوريكم كل واحد فين غتقدروا تلقاوه وكيفاش غتقدروا تستخدموه. اول كوبون اللي غنهضروا عليه واللي كيعطيه لنا موقع علي اكسبريس هو اللي كيبان ليا من احسن الكوبونات اللي كاينين في هذا الموقع، هو كوبون التسجيل. وتقريبا هذا الكوبون ساوي 43.88 درهم على اي منتوج الثمن ديالو اكثر من 54.85 درهم. يعني بغيتي تشري شي ساعه ثمنها مثلا 50 درهم غتخلص عليها فقط 44 درهم، يعني غتقام عليك ب 6 ديال الدرهم. ولكن هذا خاص فقط بالناس اللي اول مره غيشريو من موقع علي اكسبريس، يعني سميتك والعنوان ورقم البطاقه البنكيه ديالك غتدخل المعلومات ديالها اول مره في الموقع. ولكن كنتي استفدتي وبغيتي تعاود تستفد من جديد من هذا الكوبون، فخصك ضروري تجيب بطاقه بنكيه جديده ودير اسم مغاير ديال خوك اختك او لا صديق ديالك مثلا، وتفتح حساب اخر جديد بجيميل جديد. هذه هي الشروط اللي خصك تطبقها واحد بواحد باش تقدر تستافد من جديد بهذا الكوبون اللي كيتسمى كوبون تسجيل والشراء اول مره من موقع علي اكسبريس. وفي الوصف ديال هذا الفيديو غنخلي لك الرابط ديال الصفحه باش تدخل ديريكت تسجل وتقدر تستافد من هذا الكوبون. ودابا غندوزو لثاني كوبون اللي هو كوبون خاص بالمتاجر. يعني انا بائع كنكون داير واحد القسيمه ولا تخفيض على المنتجات ديالي اللي عارضهم في البيع على موقع علي اكسبريس، بحيث كنحدد مثلا ناقص 2 دولار او لا ناقص 5 دولار على اي منتوج في المتجر ديالي، بشرط يكون الثمن ديالو فايت واحد الثمن اللي كنحددو انا مسبقا. وباش تفهموا مزيان غندوزو دابا للتطبيق باش تفهموا معايا. إذن كنشوفوا مثلا هذا المنتوج اللي قدامنا، فمثلا بغيت ناخذ انا هذا المنتوج الثمن ديالو هو 88 درهم. كيفاش غادي ندير ونعرف فين كاينين لي ديسكونت او لا التخفيضات او لا الكوبونات اللي عطيهم لينا صاحب هذا المتجر؟ فكنجيو لهنايا كنلقاو جيت كوبون. هنا ملي كندخل كتطلع لي هذه اللائحه قدامي، فمثلا هنا البائع عرض لينا اي منتوج القيمه ديالو اكثر من 329 درهم غادي نلقاو عليه واحد التخفيض ديال ناقص 32 درهم. يعني شريتي شي منتوج اكثر من 329 درهم غادي تاخذ عليه 32 درهم، وهنا هاد 32 درهم كتبقى تنقص مباشره كل ما وصلتي 329. يعني 329 زائد 329 اللي هي تقريبا 658 درهم. الا وصلتيها كذلك كتزاد تنقص لك واحد 32 درهم اخرى، وكيبقى هذا التخفيض تخفيض على كل 329 جديده حتى كيوصل الماكسيموم ديالو 98 درهم. يعني اي مبلغ كما كان الثمن ديالو ما يمكنش للتاجر ينقص لك اكثر من 98 درهم عليه. هذا الشيء في الصفحه الخاصه بهذا المنتوج هذا. وهنا كذلك كيقول لك الا خديتي 10 فراه عندك واحد التخفيض ديال 5% كذلك غادي تزاد تنقص مباشره من الشراء ديالك. والا خديتي 25 غتنقص لك 10%، في حاله خديتي 50 غتنقص لك 15%. يعني هادو كيف كنهضروا عليهم فراه مباشره كيكون تخفيض اوتوماتيكي. ثم عندنا كذلك التخفيض الثالث، هو ان المنتوج مثلا كان قل من 329 يعني 226 درهم، فراه غادي يكون كذلك واحد التخفيض ديال 13 درهم. وهنا كذلك اكثر من 300 درهم غيكون واحد التخفيض ديال 24 درهم، وهنا اكثر من 452 درهم كيكون التخفيض ديال 37 درهم. يعني كلما كان المنتوج الثمن ديالو اكبر الا وكان التخفيض اكبر. وهنا غندوزو كذلك للحاله الثانيه، فمثلا هذا كذلك منتوج اخر في واحد المتجر اخر. اذا هنا عندنا واحد الكوبونات غادي نديرو هنا جيت كوبون وغادي ندخلو وغنشوفو كذلك اش كيعرض لنا هذا الشخص هذا.
نفس الحالة 32 درهم على 329 درهم، وكذلك الماكسيموم هو 98 درهم. إلا خديتي جوج منتوجات غيعطيك 3%، خديتي 10 غيعطيك 5%، وهنا باقي الكوبونات الأخرى. في حالة دخلتي عنده المتجر وبغيتي تستافد من الكوبون مباشرة، فما عليك سوى تاخذ الكوبون من هنا، إما دير ليه هنا كوليكت، وهنا كيدوز مباشرة وكيولي عندك أي منتوج دخلتي ليه كيطبق هذا الكوبون مباشرة على هذاك الشراء ديالك. ثم انت الا كنتي غتشري من هذا المتجر مثلا، فكدير كوليكت 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 لكل شيء، وكيبقاو محفوظين عندك هاد لي كوبون هادو، وتقدر كذلك تشاركهم مع الاصدقاء ديالك. اما دير كوبي بحال هكا كنترول سي وتصيفطها للصديق ديالك الا بغى يستافد حتى هو. وهنا غنعطيكم واحد المعلومه مهمه بزاف خوتي، ففي بعض الحالات كندخلوا للمتجر مثلا اللي هو هذا المتجر هو اللي حط لنا هذا العرض هذا، وغادي ندخلوا غنلقاو العروض بزاف حطهم في المتجر ديالو مثلا، وكذلك بعض الدول كل دوله حط لها كوبون خاص بها، وهذا كتبقى واحد الفافور، وغالبيه كيكونوا الامريكا واوروبا لانهم كيشيروا بزاف، وبالتالي كيعطيوهم واحد الاثمنه اللي تحفيزيه بزاف باش يشجعوهم على الشراء من هذا المتجر. فمثلا هادشي علاش كنقول لكم دائما دخلوا لهاد المتاجر ديروا واحد الدوره فيها. فكاين بعض المتاجر اللي كيقول لك الا درتي ابوني يعني فولو تقدر يعطيكم دي كوبون مباشره فاش تديروا فولو، وكيفاش كدير كذلك فولو كيبقى يوصلك العروض ديالو في الجيميل ديالك. ثم اخيرا غندوزو للكوبونات الموسميه اللي كتكون بحال البلاك فريداي الهالوين اولا 11/11، وهاد 11/11 هي اللي غتهمنا دابا حيت قريبه ما بقاش لها بزاف 6 ايام تقريبا ولا 5 ايام، يعني غنستافدوا من هاد العروض اللي كتكون في هاد التاريخ 11/11 اللي هي 11 نوفمبر. وهنا غنلقاو منتوجات عليها تخفيض من دابا الى غايه 12 نوفمبر، وكاين كذلك اللي ما غاديش يطبق هاد التخفيض حتى النهار 11/11، ولكن خصك ضروري خويا تكون سريع وتستافد منهم، حيت الاغلبيه ديال هاد المنتوجات اللي كيكون عليها التخفيض كيكونوا تخفيضات خياليه كتوصل حتى ل 90%، يعني تقدر تبغي تشري شي منتوج الثمن ديالو 100 درهم وتخلص عليه فقط 10 ديال الدراهم، لكن للاسف كيكونوا عارضين عدد محدود، يعني اللي سبق وشراء غادي يستافد، وعند انتهاء العدد المحدد فصافي كيتحبس الشراء وكيرجع للثمن الاصلي. ودابا غنوريكم كذلك كيفاش تستافدوا نتوما الاولين من هاد العروض. اذا خوتي هذه هي الصفحه ديال المنتوجات اللي عليها تخفيض نهار 11 نوفمبر يعني 11/11، غادي نخلي لكم كذلك الرابط ديالها في وصف هاد الفيديو، فمباشره ملي غادي تدخلوا غيطلعوا لكم جميع المنتوجات بهذا الشكل امامكم. هنا كتختاروا مثلا اشنا هما الحوايج اللي بغيتو تاخذوا، كان شي حاجه الكترونيك غتلقاوها هنا سمارت هوم مثلا، كان هنا شي حاجه نتاع لي زوتي دو طرافاي، هنا مثلا لي زاباراي دو سورفيونس، وهنا بزاف ديال المنتوجات الاخرى. كتختار الكاتيجوري اللي غتلقى فيها المنتوج ديالك، مثلا اخترت هذه الكاميرا، فهنا كنلقاو جميع الكاميرات وجميع الاثمنه مقابله لكل كاميرا على حده، وفي التحت ديالها كنشوفوا شحال التخفيض اللي كاين على كل منتوج على حده. فمثلا انا كنشوف هذه الكاميرا اللي عليها التخفيض نتاع 76%، كندخل ليها. هنا كيف قلت لكم سابقا هنا كتلقى باللي التخفيض كاين هو تقريبا 75%، يعني كانت قبل ب 743 دابا ولات ب 172 درهم. فكاينين تخفيضات اللي تيكونوا مباشره وكيقول لك باللي غادي تقضى في 12 نوفمبر مع 11:59 دقيقه ديال الليل، يعني هذا العرض الا بغيتيه بهذا الثمن هذا خصك تستافد منه دابا وتاخذه دابا. وكاين في بعض الحالات كتلقى هذا العرض هذا مثلا هنا وكتلقى واحد الثمن تحت منه، يعني الثمن الاصلي كتلقاه من تحت، ولكن كيقول لك في 11/11 غتلقى هذا الثمن هنا، وما تقدرش تشري بهذاك الثمن حتى يوصل نهار 11 نوفمبر عاد تقدر تستافد من هذا الكوبون. كيف قلت لكم سابقا باش تستافدوا من هذا التخفيض نتوما الاولين، يعني نهار 10 نوفمبر مع 11:59 دقيقه في الليل، غادي تلقاو باللي هذا العرض غادي يطبق مباشره وتقدروا تشريوه. اش كنديروا؟ كنجيو باش ما نتلفوش، عجبني هذا المنتوج، شفت لي كاركتيرستيك، شفت الوصف ديالو، كل شيء هو هذاك، الثمن هو هذاك، عجبني، كنجي كنختار هكا المنتوج، كنختار شحال من واحد بغيت، وكنجي هنا وكندير اد تو كارت، كنكمل الشراء ديالي عادي.
نهار 10 نوفمبر مع 11:59 ديال الليل او لا قبل بشي شويه، كنعاود نجي للكارت ديالي اللي هو الباني او لا السله، وكنكوشي مثلا هذا المنتوج اللي بغيت نشري، وكنشوف واش فعلا تنقص الثمن ديالو. مباشره ملي كيتنقص الثمن ديالو وكيعجبني صافي كنكمل الشراء من هنا، وكنكون ديك الساعه سريع ومن الاوائل اللي استفدوا من العرض. حيت الا تسنيتي حتى الدقيقه بدقيقتها عاد جيتي تتقلب على المنتوجات اللي بغيتي تشري، فمن طبيعه الحال ما غاديش تشري شي حاجه اللي انت باغيها، اولا تقدر تلقى هذاك المنتوج تقاد عليه هذاك التخفيض. ثم اخر حاجه غنهضر عليها هو هذه الصفحه اللي قدامكم. فهاد الصفحه ما كنلتجئش ليها دائما، علاش؟ حيت هاد العروض اللي كيبانوا لكم هنا وهاد لي كوبون ما كيطبقوش في جميع المتاجر، يعني كاينين متاجر خاصه اللي تقدروا تستافدوا منهم من هاد لي كوبون. وباش نبقى نقلب انا متجر بمتجر كتجيني شويه ثقيله. بالنسبه لك خويا الا ما كان عندك ما يدار وكنت بغيتي شي كوبون اللي كيخفض ثمن كبير، فما عليك سوى تدخل هاد الصفحه، كذلك غنخلي لك الرابط ديالها في وصف هاد الفيديو. عجبك هنا هاد 6 دولار على اي منتوج فوق من 50 دولار، كتدخل من هنا وكدير لي كوبي، وهنا راك هزيتي الكوبون ديالك وغتمشي تطبقوه في المنتوج اللي القيمه ديالو اكثر من 50 دولار باش تستافد من هاد 6 دولار ديال التخفيض. وهنا غتلقاو قدامكم العديد العديد من المنتوجات اللي كتغير من شهر للاخر، حيت كل شهر كيف كتعرفوا كيتغيروا هاد لي كوبون هادو. اذا هاد الكوبونات اللي هنا هما الكوبونات ديال شهر نوفمبر، يعني شهر 11 2022. اذا خوتي الى عجبكم الفيديو بارطاجيوه مع الاصدقاء المهتمين بالمجال، ديروا جيم وما تنساوش دعم القناه بالاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم الجديد ديالنا اول باول. دمتم في رعايه الله.